انا دكتوره داليا عثمان الهايج، انا استاذ نساء وتوليد جامعه الزقازيق ورئيس وحده الالترا ساوند فيتال ميديسن جامعه الزقازيق. انا هجاوب على اسئله انا عارفه انها بتخطر في بال الناس. يا ترى تشوهات العجين مهم ان انا ابص عليها ولا مش مهم؟ عشان ساعات عيانات يقولوا لي يعني طب انا هعمل ايه لما اعرف. اوكي، فدايما اجابتي بقولها على الاقل عرفتي، ما تعلقتش البالونات والزرقاء والحمراء والبينك والناس دخلت المستشفى اتزغرت اند تفاجئي ان انا عندي بيبي من غير راس او من غير رجل او على الاقل عرفتي. صحيح ساعات بنقول باد نيوز، بس ساعات وي هاف تو عشان احنا دكاتره. بنبص على تشوهات العجين امتى؟ المفروض ان في اول 3 اشهر من الحمل، علشان في حاجات مش كلها بتبان بس حاجات بتبان في الوقت ده. فطبعا اتس نونسنس ان انا اخلي العيانه لغايه الخامس عشان اقولها انت البيبي بتاعك مثلا من غير راس. اوكي، ففي حاجات بتبان من بدري، في حاجات سكريننج علشان اللي هي تشوهات الكروموزومات اللي هي زي الداون سيندروم وحاجات زي مشابهه ليه، يعني ده كله بيتعرف في اول 3 شهور. بنقدر ساعتها ناخد تحليل كروموزومات ناكد الموضوع او ما ناكدوش، بنعمل كونسلنج للعيانه الامور هتمشي ازاي، البيبي هيمشي ازاي. في الخامس بعد كده لازم بنبص تاني بنشوف بقيه التشوهات، ومش معنى ان التشوه يعني حاجه فظيعه، في تشوهات لها علاج، فيها تشوهات البيبيهات يعني مثلا بيبي بكليه واحده بيعيش، احنا ممكن انا ابقى بكليه واحده وانا ما اعرفش طول عمري، يعني مش معنى كلمه تشوهات يعني خلاص يعني الموضوع فظيع. ممكن انسداد في امعاء فبنقول العيانه، فيبقى بدل ساعات العيانه تروح بالبيبي ده مش راضي يرضع، ده بيتقايا، ده ايه، ده مات ليه؟ لان هي بتبقاش مش مشخصه. لو هي كانت بصت وعملنا وعرفنا ان هي عندها دي مثلا في الامعاء او كده، البيبي بيتولد من هنا بيعمل العمليه من هنا بتروح بيبي زي الفل بعد كده. ففي حاجات لها علاجات ان ما كانتش وهي حامل، علاج اول ما البيبي يتولد بنعمل له كذا وكذا وكذا، اسبوع وتروح وهي الدنيا بتبقى جميله يعني. ف بس